عن عادة السكبة الرمضانية قديما، يعني لساتها لحد الآن قائمة هاي العادة؟ هي عادي موجودة لحد الآن بين الجيران، انه الجيران تتبادل صحون الاكل. يعني انا بسكب لجارتي وجارتي بتبعت لي من طبخة تانية، كتير حلوة هاي العادة، وحلو بهالشهر الكريم انه الناس يضل موجود بيناتهم الألفة والمحبة، بدل على يعني على العطاء، بدل على الكرم بين الناس. من قبل كان مثلا طبخة يطبخوا مثلا بالبيت، صحن لها الجار صحن لها الجار، والجار بنفس الوقت يرجع يبعت صحن، تصير المائدة مختلفة في أشكال مختلفة. والله العادة بطلت، يعني ما بقى فيه موجودة. يعني إيش طبخين مثلا؟ نبعت لبعض، كان رئيسية كان مثلا واحدة ما عملة فتوش نعمل نبعت لها ما عملة، هيك تبادل. بسكبوا قبل الإفطار، بسكبوا لبعض الجيران الأصدقاء الكل. يعني رمضان كتير حلو وكتير عاداته حلوة. الجيران بس يعني بين بعض بنعرف بعض كتير، فبيسكبوا لنا سكبة ونحن بنسكب لهم سكبة. نحن أو لهلا بعض منهم، في جيران لا كل مين لحاله، والبعض الآخر كمان بيعطوا لبعضه. بعدنا نسكب لبعض، ضاضي يبعت لك أنت تبعتي له، يعني لك في محبة. هلا مش عن الظروف، ما إنه السكبة وهيك شغلات، دوبة هلا عن مشي حالنا هيك. كوني مثلا انت طابخه شي طبخه شي شغله، جارك صايم انت صايمه، بتبادلوا السكبات بين بعض بقى. يعني انت عامله شغله هن عامله شغله جديده، فشي طبيعي يعني تبعتي لجارتك او هن يبعثوا لك بالايام الصيام.